شوهد النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام في مدينة ميامي الأمريكية بالتزامن مع الأخبار التي راجت عن رغبته في شراء أحد الأندية للدوري الأمريكي، وهو ما أثار التكهنات حول الخطوة المقبلة للاعب الأسطورة. المزيد عن هذا الموضوع في تقرير محمود علاق، نتابع. بعد أن صلى وجال في الملاعب العالمية تاركا بصمات واضحة في تاريخ اللعبة، النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام يتوجه إلى الاستثمار في مجال كرة القدم أيضا. بيكهام الذي ألمح سابقا إلى رغبته في دخول هذا المجال زار مؤخرا وللمرة الثانية خلال 5 أشهر مدينة ميامي الأمريكية، وتجول رفقة البعض من مقربيه في أحد الملاعب الجامعية، مما أعطى الانطباع للجميع بأن ميامي ستكون محطة استثماراته القادمة، في ظل إصراره لمقربيه بأنه يعتزم إنشاء ناد بميزانية تصل ل25 مليون دولار. كما أن هذه الزيارة جاءت بعد يومين فقط من جلسة عشاء جمعته بأحد رجال الأعمال من بوليفيا، والذي يملك أيضا استثمارات كروية في بلاده ويشرف كذلك على بعض أعمال النجم الإنجليزي. بيكهام الذي فضل الدوري الأمريكي سابقا ليصبح نجما لا يقل شهرة وأهمية عن نجوم هوليوود، يبدو أن مشروعه الجديد إن كتب له النجاح سيضمن له سنوات أخرى تحت الأضواء.